لو شيفر. ضيفنا في المباشر الأستاذ الجامعي في علم المناخ بجامعة تونس الأستاذ زهير الحلاوي. مرحبا بك سي زهير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا سي زهير. نحكي على تلون السماء بالبرتقالي. علاش اللون هذاك اللي شفناه سي زهير في ليبيا هوني مع تقريب ماهوش بعيد علينا برشا، علاش السماء تلحفت بهذا اللون؟ اولا هي ظاهره، هي ظاهره طبيعيه نوعا ما، لانه حتى في تونس سجلنا في السنوات الفارطه الاخيره، على الاقل 10 سنوات الاخيره، بعض الظواهر الرمليه، هذه نسميها الحائط الرمليه، او معناها سجلنا فيها في خاصه في الجنوب الغربي البلاد التونسيه، في قفصه وغيرها من الولايات الجنوب. اي مره في قفصه نذكر عمليه ولا قلت عمليه وشفنا لون برتقالي وقتها تفجعت العباد الكل. بالضبط سجلنا حالات كما هكا. هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للحالة اللي سجلتها شرق ليبيا، معناها مش في الغرب ليبيا، مش في الحدود نتاع قرابة لتونس، في الناحية الشرقية لليبيا، من تقريبا من الشمال الشرقي حتى الجنوب الشرقي نتاع ليبيا، باعتبار الفترة هذه فترة انتقال فصلي ما بين الفصول الربيع والصيف. إذا نلقاو نجم نسجلوا حالات كما هكا نتاع هبوب رياح رملية كبيرة برشا اللي تنجم تحجب الرؤية وتكون حتى عندها انعكاسات اقتصادية صعيبة شوية، لأنها هي تخلي أنه الحركة الجوية مثلا تتعطل كما صار في ليبيا في درنا وفي بنينة في مطار تاع بنينة مثلا الأخراني، وخلت أنه السلطات في المنطقة هذيك تعلن حالة الطوارئ وحتى إيقاف العطلة، معناها إيقاف العمل وإيقاف غلق المدارس إلى غير ذلك. إذا هذه حالة عادية نجم نقولوا أنه تدخل في باب التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها في السنوات الأخيرة، باعتبار أنه حالة التغيرات المناخية من أهم مظاهرها هو التطرف المناخي أو زيادة حالات التطرف المناخي، كما الحالات هذه معناها زيادة العدد نتاعها وخاصة زيادة الحدة نتاعها. إذا هي ظاهرة طبيعية صحيح. المناطق المحاذية للصحراء الكبرى الإفريقية تعيشها بشكل عادي ومتواصل، لكن اللي ممكن نلاحظوه في الفترة الأخيرة هو زيادة الحدة نتاعها وزيادة العدد نتاعها. معناتها ظاهرة طبيعية الامباكت نتاعها نقولوا احنا في وقتها ما تنجمش تكون عندها معناتها إفي على معناتها الفترة اللي بعدها، يعني صاي كملت العاصفة نرجع الحياة نتاعنا العادية وما تخوفش معناتها هكا ولا لا سي زهير؟ ما ننتظروش انها باش اولا الحالة هذه نتاع نهار الاثنين والثلاثة اللي فاتوا في ليبيا ما ننتظروش انها باش توصل تونس، لأنه الحركة الجوية في العموم هي من الغرب إلى الشرق، معناها صعيب برشا، معناها لازم نقولوا حتى مستحيل انه جينا لتونس، لكن اذا كان صارت راهي صارت خاصه بالبلاد التونسيه ماهيش، وحاله شاذه جدا، معناها نسميوها هذه من الحالات النادره جدا اللي نعرفها حالات كما هكا، معناها الرياح الرمليه اللي هبت اليوم في الجنوب عاديه، هذيك طبعا تبع المناخ نتاعنا ماهي جراء العاصفه هذي. لا بعيد برشا، ما عندهاش حتى علاقه، لانه الحركه بصفه عامه في المنطقه اللي احنا فيها حوض البحر المتوسط هي حركه في العموم، لما حاله فما بعض الحالات الطرفه هي حركه من الغرب الى الشرق، لكن فما بعض الحالات اللي ما تهمش الرياح الرمليه كما هكا، فما بعض الحالات نتاع امطار اللي نسميوها الرجوع من الشرق او الامطار القصوى اللي نعرفوها، لكن مش هذا وقتها ومش هذا المكان نتاعها. واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الصحه، شكرا على كل هذه التوضيحات استاذ زهير الحلاوي استاذ جامعي في علم المناخ بجامعه تونس. حبيت ربما نختم معك لانه اليوم موضوعي اللي باش يكون بعد هو كميات الامطار الهامه اللي نزلت اليوم على عدد من ولايات الجمهوريه منذ البارحه. الكميات هذيا كانت هامه مش هامه؟ تنجم تنقذ شويه الموسم الفلاحي؟ تنجم تنعوش شويه السدود ولا لا سي زهير؟ هو التونسي يقول امطر ابريل تطلع السبوله من قاع البيت. اي هذا المثل الشعبي. هذه في الامثال الشعبيه نتاعنا،
اللي هي ناجمة على خبرة، معناها مش اعتباطيا، وهذه اللي عندها محاسن كبيرة برشا، وتنجم تنقص شوية من العجز اللي قاعدين نعيشوا فيه منذ تقريبا 5 سنوات في المياه في كمية الأمطار. بطبيعة الحال الفترة هذه في كل الحالات أنا أقول ديما المطر باهية، اللي كان ما تفيدش في السدود لما تفيد في الميدة المائية، وتعاود معناها تزيد المخزون تاعنا في المياه في المواد المائيه، وتنقص ماك العجز اللي قاعدين نعيشوا فيه في السنوات الاخيره. طبيعه الحال تفيد السدود ولا لا، هذه حسب التوزع نتاعها وحسب السيلان اللي باش يمشي للسدود هذيك ولا، اذا حسب المكان نتاعها هل انه المياه هذيك باش توصل للسدود ولا لا. وحتى اذا كان ما وصلتش للسدود ديما نقول باهيه، على خاطر تنجم هذيك تعاود تشحن المواد المائيه سواء كان السطحية أو الجوفية، وتكون عندها رصيد باهي للاقتصاد بصفة عامة وخاصة للنشاط الفلاحي. الحمد لله على كل على نعمة الغيث النافع. شكرا لك سيد زهير الرحلاوي أستاذ الجامعي في علم المناخ بجامعة تونس، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها. نتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. احنا مواصلين معكم لقانا.